وينضم معنا من إسطنبول هشام الزيادي المحلل السياسي اليمني للحديث عن انتهاك ميليشيا الحوثي اتفاق ستوكهولم والاتهامات لها بجعله غطاء لتصعيدها العسكري في باقي المناطق. أهلا ومرحبا بك أستاذ هشام. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ هشام. وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي يتهم ميليشيا الحوثي باتخاذ اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غطاء للتصعيد العسكري في المناطق الأخرى، كيف تقرؤون هذه الخروقات التي تحصل هناك؟ في حقيقة الأمر التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية محمد الحضرمي هي عبارة عن تصريحات سابقة أدلى بها في أكثر من مناسبة فيما يخص استمرار الحوثيين في خرق اتفاق إطلاق النار في الحديدة. في الواقع أيضا تعتبر اتفاقية ستوكهولم أو هكذا يطلق عليها شبه منتهية لدى ربما في وجهة نظر الأطراف السياسية اليمنية والأطراف الفاعلة هناك، لا سيما وأنها لم تنفذ حتى الآن. ولإطلاع فقط المشاهد على ملخص بسيط عن اتفاقية السويد، هي طبعا جاءت بعد أن أطلقت التحالف أو أطلقت تحالف عملية عسكرية لتحرير الساحل الغربي في يونيو عام 2018، وفي ديسمبر عندما كانت القوات على وشك الإطباق على مدينة الحديدة وتوغلت داخلها، تدخلت الأمم المتحدة عن طريق مبعوث الأممي مارتن جريفيث في اليمن، وعلى إثره تم التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى ومن المدينة، وتسليم هذه المؤسسات أو الموانئ الحيوية لقوات الشرطة المحلية. كان من المفترض على بعثة الأمم المتحدة التي جاءت أيضا في بداية عام 2019 التي ستشرف على وقف إطلاق النار وضمان عدم وجود خروقات أن تنهي أعمالها في شهر إلى شهر. طيب بهذه النقطة، يعني أنت قلت أنه يجب على بعثة الأمم المتحدة ضمان، ما الذي يمنع من وجود ضوابط ومراقبة لتطبيق اتفاق ستوكهولم؟ يعني وهل تعتقدون أن هذا الاتفاق سيصمد في ظل هذه الانتهاكات؟ هو عمليا لم يعد هناك اتفاق بالمرة، لأنه كان مزمنا وفق آلية محددة يتم من خلالها انسحاب ميليشيا الحوثيين من الموانئ والمدينة وفتح الطرقات أمام العمليات الإنسانية وإزالة الألغام والتمهيد لإدارة المدينة بعد ذلك. لكن كل هذا لم يحصل طوال سنتين، أي أنه خلال عامين استمر المبعوث الأممي في تسويق الكذب حول نجاحات تحقق في اتفاق السويد وخاصة اتفاق الحديدة، لكن لم يتم شيء حتى الآن. وكانت هناك أيضا بوادر حسن الثقة وبناء ثقة تتعلق بفك الحصار عن مدينة تعز، تتعلق بإزالة الغام، تتعلق بتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين، لكن لم يحصل شيء. اللافت أيضا في تصريح وزير الخارجية بأنه قال بأن الحكومة لن تستمر في صمتها إزاء هذه الخروقات، والواضح أيضا أن الحكومة ليست بيدها أي ورقة ضغط تستطيع لعبها في هذا الملف، خاصة وأنها تخضع أيضا لهيمنة المملكة العربية السعودية، وبالتالي أيضا المملكة لا تستطيع تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها المجتمع الدولي فيما يخص مدينة الحديدة. طيب ماذا عن عمل البعثة الأممية؟ ألا ترون أنها تفتقد للأدوات للضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ أي اتفاق ومنها اتفاق ستوكهولم؟ لماذا يغيب الدعم الدولي عنها؟ يعني أيضا البعثة الأممية التي جاءت إلى الحديدة في مطلع 2019 لم تحقق شيء. تم تغيير 3 رؤساء للبعثة حتى الآن ولم يحقق أي منهم ما جاء لأجله. أيضا ذكرتم أنتم في الخبر وبناء على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية، كان هناك ضابط الارتباط لدى الجهة الحكومية وكان يفترض على البعثة أن تحمي العقيد محمد الطليح الذي أصيب إصابة خطيرة من قناص حوثي. حتى التحقيق في عملية إصابته لم تجرى ولم تتحرك البعثة الأممية. الواضح فقط أن البعثة الأممية واتفاق ستوكهولم صنع أو تم عمله فقط لإعطاء فرصة للحوثيين من أجل أن يقووا أنفسهم ويزيدوا تسليحهم ويشنوا هجمات أخرى، كما نشاهد الآن في محافظة مأرب الذي لم يتحرك المبعوث الأممي الآن
للتنديد بقيام الحوثيين بالهجوم على محافظات مأرب، كونها الملاذ الأخير لملايين النازحين الذين فروا من جبهات أو من المدن التي اندلعت فيها المواجهات العسكرية، ولم نسمع له صوتا كما سمعنا له يعني تحركه، كما شهدنا تحركه في اتفاق الحديدة في العملية العسكرية التي انطلقت باتجاه الحديدة. هنا يجب أن نسأل سؤالا، أنت قلت أن الاتفاقات يبدو أنها وجدت لإعطاء فرصة للحوثيين، إذا كانت ميليشيا الحوثي مدعومة من إيران والمجتمع الغربي خصوصا الولايات المتحدة تريد أن تقطع هذه الأيدي أو الأذرع في كافة دول العالم التي تدعمها إيران، إذن لماذا تعطيها فرصة في اليمن وتغض الطرف عن ما تقوم به؟ يعني ما يردد حول قيام أو محاولة المجتمع الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية بقطع الذراع الإيرانية في المنطقة هي مجرد شعارات غير حقيقية وليس لها أي أثر على أرض الواقع. لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها أيضا السعودية، وتحدث عن السعودية بشكل خاص كونها قائدة التحالف العربي في اليمن ومن لديها القوة المالية والعسكرية لتنفيذ أي أجندة على الأرض، لاستطاعت القضاء على الحوثيين خلال شهر واحد، ولما استطاع الحوثيون الصمود خلال 6 سنوات. الجاري حاليا في اليمن هي محاولة إطالة أمد الحرب في اليمن. يستطيع الفاعلين الدوليين تقاسم مصالحهم في اليمن، ومن بينهم أيضا المملكة العربية السعودية التي لديها أجندة في اليمن ولن تستطيع الحصول عليها إلا عندما يكون البلد ممزق ويعيش حالة لا استقرار. نعم، المحلل السياسي اليمني هشام الزيادي كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.